وهلا اكيد رح ننتقل الى عم الطبيعه، ورح نحكي اكثر عن الزراعه الخضراء، ورح نحكي اكثر مع الاستاذ كفاح. صباح الخير كفاح، الخير اهلا ابو وسهلا دعاء، فيك، اهلا وسهلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يمكن كلياتنا عم نتوجه للاونه الاخيره لزراعه النباتات، كان المناخ السوري بيلعب دور. خلينا نحكي عن اهميه زراعه النباتات اليوم، ويمكن شوي عم نحاول نعرف بعض المعلومات لنقدر فعليا نعمل الخطوات الصحيحة. هلا نحن اليوم حديثنا رح يكون عن نبات معين، هو نبات الزعتر. النبات غني كثير بالفوائد الطبية، فوائد الدوائية، بالفوائد العطرية، بالفوائد بالنسبة لصناعة المبيدات الحشرية. هذا النبات اسمه ثيموس فولغاريس، صحيح، ينتمي للفصيلة الشفوية. يزرع لأوراقه الغنية بالزيوت الأساسية، معمر، هو جنبي صغير، معمر يعيش بين 5 إلى 6 سنوات، لكن بعد 5 أو 6 سنوات يحتاج النبات إلى تجديد. تمام. كفاح، نحن اليوم عنا هي النبتة، هي موجودة معنا اليوم، هي بالعربي نوع من أنواع الزعتر البري. خلينا نحكي عن الفرق بين الزعتر العادي والزعتر البري، بطرق الزراعة، بالفوائد يلي بتقدمها، بمدى يعني نمو هي النبتة بعد زراعتها. هلا في بالنسبه لهذا النبات في اكثر من 200 نوع من انواع الزعتر، لكن الشائع اكثر شيء في عندنا الزعتر السوري، في الزعتر الخليلي، والزعتر الفلسطيني. هذا النوع بيجود بمختلف انواع الترب، يعني ممكن يعيش حتى بسيبيريا، هو متحمل للبروده لهي الدرجه، لكن صحيح. افضل مناخ او افضل تربه له هي التربه الخفيفه جيده الصرف، يعني لانه بيعاني من خطر تعفن الجذور لما تزداد نسبه الرطوبه في التربه، لهيك نحن بنفضل زراعته بتربه جيده الصرف. بالنسبه للمناخ يعني هو بفضل التعرض لاشعه الشمس الخفيفه، يعني بحب النهار طويل. وبالنسبه للتربه لدرجه الحراره يعني لازم تكون مع نهاية الربيع بداية الصيف بين 20 ل 30 درجة مئوية، درجة حرارة التربة حوالي 18 درجة مئوية. بالنسبة للترب حكيناها انه التربة خفيفة، متوسطة، جيدة الطرف. بالنسبة للري او للمعدل الهطول المطري، لما نزرعه بمناطق جافة يحتاج ري، يحتاج لمرتين بالصيف. طيب خلينا نحكي عن فوائد الزعتر، في فوائد عديدة، ومثل ما قلت يمكن البيئة هي غنية بالزعتر البري. تمام. فوائده كبيرة خاصة بالمجالات الطبية. صحيح. هو مضاد للجراثيم وللبكتيريا، مضاد للتشنج، كان الأطباء بيعرفوا كمان بهي القصص إنه هو مدر للبول، بيستخدم في كمقوي للعظام وعلاج المفاصل. لما ينضاف لمياه الحمام، مع الحمام، مع المياه الدافئة، بيستخدم لعلاج آلام المفاصل. أيضا هو بيزيد نسبة الكولاجين، ويستخدم كمحفز لنمو الشعر، وفي علاج تساقط الشعر، وفي علاج تشققات البشرة، وإزالة قشرة فروة الرأس. فوائده كبيرة يعني. تمام. يعني اليوم نحن شوي رجعنا بحياتنا الى الزراعه، صرنا نزرع يمكن على البلكون، صرنا نزرع وين بنلاقي قرنه انه نطلع فيها هيدي النبته، فنحن عم نحاول نزرع ونستفيد من ثمارها ومن ايضا اوراقها. خلينا نحكي اليوم نحن بالبيت فينا نزرع من الزعتر البري، فينا نحطه ببيئه يعني او بطبيعه مناخ، هو بيت على الشباك ما كثير شمس، بيموت باي وقت ممكن يموت او يتاثر بالمناخ. هلا هو طريقه اكساره ممكن نحن نكسره بطريقتين، يعني الاكسار عن طريق البذور والاكسار عن طريق قطع النبات. لما يكون الاكسار عن طريق البذور بيحتاج لظروف معينه، مثلا بيوت ميه مع نهايه فصل الشتاء، بناخذ البذار بنحطه بالاواني اللي نحن بدنا نكاثر فيها. هاي الاواني بتكون ضمن بيوت محميه مثل ما حكينا. وزراعه البذار لازم تكون على سطح التربه، وزراعته
لعمق اكثر لحدود من 5 سم او اكثر ما راح ينجح يعني، لانه البزار صغير، فنحن بنحطه على سطح التربه مع نسبه تغطيه خفيفه. والافضل انه نضيف بعض من رمل البناء لزياده نعومه التربه. ولما نزرعه بالبيوت البلاستيكيه او بالبيوت المحميه كاكثار بذري يعني لازم نأمله درجه حراره، لانه لما يكون في رطوبه زايده بتزيد نسبه نمو الفطريات، والفطريات ما بيأثر على انباته. لما نزرعه كمان يحتاج ري خفيف، من تاريخ زراعه البذور تاريخ اسبوعين ممكن يبلش، من اسبوعين لحدود الشهر يبلش تبدا عمليه الانبات. وبعد ما يصير طول النبات 10 او 15 سنتيمتر انا فيني اختار المكان الزراعه اللي بدي اياه، باخذه من البيت البلاستيكي. هذا بالنسبه للاكثار ذري. اما بالنسبه للاكثار عن طريق قطع النبات، عمليا انا باخذ بفصل الربيع يعني مثل هالايام او بعد قطعه من النبات بطول 10 او 15 سم. الجزء السفلي من القطعه بفضيه من الاوراق وبزرعه بتربه، كمان يفضل تكون تربه ناعمه. ولما ينزرع بمناطق جافه مثل ما حكينا يحتاج ري. يحتاج ري بمعدل بالصيف معدل ريتين. ويمكن عم نشوف يمكن الستات البيت بتلاقي في زراعه منزليه للزعتر بقلب المطبخ، عم يكون في لاستخدامه بالطبخ وبشكل يومي. خلينا نحكي عن انواع الزعتر، يعني بدايه حديثك في انواع عديده للزعتر، شو بتختلف النوع عن نوع لما نحكي انه عن نبته متواجد فيها اكثر من نوع؟ هل الاستخدامات بتختلف؟ فوائد بتختلف من نوع لنوع كمان ولا نفس الشيء؟ في فوائد كبيره لكل الانواع، بس في اختلافات ببعض الفوائد. مثل ما حكينا الزعتر السوري، الزعتر الفلسطيني، الزعتر الخليلي، في انواع كثيره للزعتر. كان بالفلورا السوريه يعني بطبيعه البلد عندنا اكثر شيء شائع هو اسمه الزعتر السوري. تمام. كمان خلينا نحكي بنقطة، أي شيء من أي نوع النباتات في منهم بيفقد فوائده إذا انغلى، إذا نقع، إذا يمكن تخزن بطريقة خاطئة. صحيح. خلينا نحكي بهذا الموضوع عن الزعتر، عن هي النبتة الزعتر البرية اللي موجودة معنا بالاستوديو. كيف نحن فينا نستفيد من فوائد؟ حكينا عن الفوائد، ولكن كيف؟ هل بتروح القيمة الغذائية تبع النبتة لما بنغليها أو لما بننقعها أو لما بنحطها بالطبخ أم لما بتتعرض للحرارة؟ خلينا نحكي هالتفاصيل إذا بتريد. هلا هي النبتة الفائدة كفائدة طبية عملياً هي بعد التجفيف. يعني نحن بعد ما تم عملية الحصاد ممكن نجففها لفترة معينة ونستخدمها كمثل ما تفضلتي يعني انه منقوع او مياه مغلية ونشربها كنوع من انواع الزهورات. بالنسبة كمان للاستخدامات كغذائية هو يستخدم كمسحوق يعني بعد ما تم عملية التجفيف والطحن. هذا بالنسبة لاستخداماته كأكل بشكل مباشر. هذا الزعتر. وفي الاستخدامات الثانية، في النوع الثاني من الزعتر اللي نسميه الزعتر الخليلي بتكون أوراقه أعرض. كمان في محاذر مثل ما حكيتي، إنه النقطة اللي حكيتيها إنه هو لما يكون كمادة دقمة ممكن يسبب عملية يعني ارتفاع ضغط. اذا شرب بشكل مباشر. لهيك نحن في بعض المحاذير يعني. طيب خلينا نحكي عن عمليه تجفيف الزعتر، كيف تتم يمكن للحفاظ مثل ما قلنا على قيمته الغذائيه، لازم يكون في له طريقه وخطوات صحيحه نمشي فيها. هلا بالنسبه للتجفيف، نحن بعد ما تتم عمليه الحصاد بيكون عندنا من نهايه الربيع لاوائل الخريف، يعني عمليا خلال فصل الصيف. احنا لانه لما الحصاد هو عن طريق قص الجزء العلوي من النبات. لما تم عمليه القص بفصل الشتاء ممكن انا افقد النبات لانه بتاثر بالصقيع. لكن لما انا اخذه بالصيف بتم عمليه الحصاد قص الجزء العلوي وبتم عمليه التجفيف
ضمن شروط معينه وبعدين بصير فينا نستفيد منها بالطريقه اللي بدنا اياها. تمام. يعني لكل حدا اليوم عم يتساءل انه ليش نحن مختارين موضوع الزعتر لحتى نحكي فيه مع حضرتك لحتى نحكي عن فوائده، ليه اخترنا هذا الموضوع؟ هو لسهوله زراعته، لسرعه انتاجه للنبات، لفوائده الكثيره ما اختلفنا، ولكن هذا الموضوع بالذات او موضوع الزعتر البري ليش اليوم تطرقنا له بحلقه؟ الصراحه لكل هاي الاسباب، لانه هو سهل الزراعه وسهل الاكثار ولفوائده الكثيره، وانا ممكن ازرعه مثلا عندي باي زاويه، بلكونه، بقصيص، بحوض كبير او صغير، بالكميه اللي انا بدي اياها. طب خلينا نتعلم سوا هلا، مثلا اذا اخذنا شقفه صغيره من الشتله، كيف نحن فينا نزرعها بالبيت كشتله؟ هلا هي هي يعني لسه النبات مو هلا بيتاخذ، انا مثلا رح افترض انه هي طول معين، هي هذا الطول المعين اللي انا باخذه، بفرغ الجزء الثلث العلوي الثلث السفلي، وهي بتتم عملية زراعة عن طريق قطع. يعني لازم اعتني شوي اذا بتريد، لازم هيك يكون في مدى ولا اكثر؟ اللي انا الجزء اللي راح قصه راح يكون طوله 10 او 15 سنتي اطول، فالثلث السفلي هو اللي بفرغ الاوراق مثل ما عملنا هلا وبنزرعه بالتربة. بينزرع بتراب عادي ولا لازم يكون في له خصوصية هذا التراب؟ التراب مثل ما حكينا هو بفضل التراب الخفيفة والناعمة، فالافضل اذا كانت التربة ما انا مختاره بعناية اني اضيف لها رمل بناء مشان زياده النوع، زياده نعومه التربه. والسقايه يوم ايه يوم لا او كل يوم؟ هلا اول فتره بده اجباري، بده ري يعني. بس لما يصير عندي نبات بقصيص او مزرعه وانا زارعه بغرض الاكثار او بالاغراض التجاريه بتم عمليه الري بالصيف، والافضل يكون الري عن طريق الري بالتنقيط. ويمكن كمان النبات الزعتر من النباتات الغير مكلفه، فينا نقول ماديا يعني بتتاقلم مع المناخ، هذا بيساعد يمكن على الانتاج السنوي بالحصاد. ما هو لسهوله زراعته ولسهوله اكثاره فهو مرن، يعني ما صعب الزراعه او ما له على هالقدر من الغالي، يعني ما له رخيص ما هو غالي. طيب خلينا نحكي معك، ننتقل فينا نحكي عن الزراعة المنزلية. اليوم يمكن أغلب الصبايا والستات بسبب الوضع الاقتصادي يمكن اللي عم نعيشه والغلاء المعيشي عم يتوجهوا للزراعة المنزلية. شو أكثر النباتات حضرتك مهندس زراعي ممكن أنا فيني أزرعها ضمن قصيص صغير يعني أو سحارة؟ هلأ عم نشوفها كثير على البلكونات، عم يحاولوا يستثمروا الأساطيح حتى. اكثر النباتات يعني هي اللي انا بحتاجها اكثر شيء، مثلا احتاجها للاغراض الطبيه كنشربها كموضوع الزهورات، او للاغراض الاغراض الطهي مثلا. هي الاعشاب يمكن اسهل شيء بالزراعه، هي النباتات الطبيه او النباتات العطريه، مثلا مثل الزعتر، مثل اكليل الجبل، مثل اللافندر، زهر الخزامه، مثل المليسه، هذول اكثر، مثل النعنع يعني لانه مستخدم كثير بالطهي والاغراض المنزليه. في كثير نباتات في توجه للزراعه بموضوع الزراعه المنزليه والاستفاده من الاسطح المنازل، الاستفاده من الشرفات، فهدول نسميهم من النباتات المرنه، يعني ما زراعتهم ما أنا متطلب كثير لا صعيد الري ولا على صعيد المجهود البدني، يعني ممكن ست البيت لحالها تزرعهم. والخضروات انه اسهل شيء، يعني اذا بدها ست البيت تزرعها ضمن المنزل. الخضروات حسب الفصل، حسب الموسم، مثلا هلا بالفتره الجايه مع بدايه فصل الصيف اذا الله اراد في البندوره، الباذنجان، الفليفله، الخضار الصيفيه، بالزراعه الشتويه هي الخضار الورقيه، البصل، الثوم، في كثير ستات بيوت يعني بيزرعوا ما بيكون عندهم مساحه او حديقه منزليه، بيزرعوا ضمن القصص، بيزرعوا البصل والثوم، انه اكثر شيء مستخدمين بالطهي هذول. صحيح. كيف احكي لنا، يعني كثير في من السيدات بحبوا يزرعوا، ما في يمكن اسبوع اسبوعين شهر بتموت النبته او بتموت الخضروات او اي شيء هن زارعينه. خلينا نحكي اسرار العنايه باي شتله نحن بدنا نزرعها، ان كان الاعشاب الطبيه اللي بنتداوى فيها او ان كانت من الخضروات، واهم يمكن شيء خلينا نحكي عن يعني كيفية كيف بدنا نقولها، يعني تطعيم البذار بشكل صحيح لحتى النبتة تكبر. أهم شيء بالنسبة للزراعة المنزلية هو
الإضاءة وتعرض أشعة الشمس. والشيء الأهم كمان موضوع الري، خاصة إذا كان الموضوع إذا كان زراعة متم خلال فصل الصيف. يعني بس كثير بنشوف في زرايع بفصل الصيف عم تموت من قوة الشمس، فنحن بدنا ضوء شمس ولا بدنا على الشمس دايركت؟ الخضار الصيفية بدها إضاءة شمسية، إضاءة بدها إضاءة شمسية وبدها ري. يعني غالبية الخضار صراحة من بسبب قلة الري، يعني ما بيكون في، أحيانا بتنتسى الشتلة، أحيانا بتجي موجات حر قاسية بفصل الصيف. يعني بالسنة الماضية اجت كذا موجة ارتفاع بدرجات الحرارة سبب أذية بالمحاصيل. وهذا الشيء اللي نحذر منه بموضوع الزراعة المنزلية، انه موضوع الري هو الأهم، موضوع التعرض الشمس. وهي نقطة كثير مهمة، يمكن من الأخطاء الشائعة اللي بيوقع فيها الكل هي الري بشكل مستمر للنبتة. في أوقات لري النبتة أو للزريعة أو أي مادة يمكن حابب أو الصبية تزرعها بالبيت، دائما يمكن مفهوم انه لا لازم تسقيها كل يوم. لا، في اوقات محدده لسقايه الزريعه وبتاثر اذا كان في ري اضافي بشكل عام. هلا غالبيه الخضار الصيفيه المشاكل اللي بنعاني منها بموضوع الزراعه الصيفيه هو موضوع الري. يعني احيانا بتنتسى الشتله لاكثر من يومين ثلاثه، بتذبل بتموت هي. صحيح. وايضا كمان بنحذر من زياده الري، انه يعني بتكون الامور وسط بشكل مستمر. كمان موضوع الموضوع الاساسي كمان هو الفتره بين الريات. يعني مثلا انا مو انه اروي الصبح واروي المساء، موضوع يعني بختار مثلا اروي على بعد المغرب، يعني مثلا او على المغرب، يعني كل يوم شكل شبه يومي او يوم ايه يوم لا، حسب الحاجه وحسب الزراعه. الكميه يعني بتختلف، يعني طبعاً. يعني حتى الفائض بالمياه كمان بياثر على نمو النبته وعلى التربه تبعها. طبعا زياده الري كمان بتاثر مثل قله الري، موضوع على موضوع حيويه النبات. تمام. يعني مثل ما قلت، اليوم التشجيع على الزراعة المنزلية ونستفيد من الزرعات بالبيت، هذا كثير عم نروج له ونسوق له، ولكن كثير في من البزار هي ما بتطلع، بيكون يمكن بيع تجاري عم يسوقوا لمادة محددة. كيف فينا نقفر انه هي الشتلة او هي البزار هي ما أنا مغشوشة ورح تنمو صح؟ هلا بالنسبه للخضار اللي مزرعه عن طريق البذار، افضل انه نحن ناخذها عن طريق صيدليه زراعيه. لانه هي البذار بتكون منتج من خلال شركات زراعيه معينه وبكون مضمونه الموضوع. يعني انا مثلا احيانا بيكون في يعني البيع بصراحه بطريقه مو ظابطه، يعني ما اشتري من مصدر موثوق وعليه لصاقه، فهذا هو الشيء الأضمن والأسلم. يمكن عم نحاول نسألك كل الاستفسارات اللي ممكن تخطر على بال المشاهدين والصبايا والسيدات اللي عم يتجهوا بالآونة الأخيرة للزراعة المنزلية. خلينا بالختام نحكي عن النباتات كمان زينة، يمكن اللي هي أنسب اليوم. دائما البيت الشامي الدمشقي بيمتاز بالعرق الأخضر، يعني نحن ما بنفوت على بيت إلا ما بنلاقي ياسمين أو نارنج، هي ميزة تمتاز فيها البيوت. خلينا نحكي عن نباتات الزينه، شو اكثر نباتات اللي هي مثلا فيني انا احتفظ فيها بالبيت واقدر يكون يعني هيك منظر جمالي وبنفس الوقت اقدر يكون في تعامل معها بطريقه صحيحه، ما بدها كثير يمكن قصص وتفاصيل بالزراعه. تمام. هلا بالنسبه اللي ذكرتيهم حضرتك، الياسمين او النارنج، هذول من الطابع اللي بيميز مدينه دمشق. صحيح. هي لما يكون في مساحه، اكثر شيء موضوع بالنسبه للنباتات الزينه النباتات العطريه، مثلا الياسمين، الياسمين الابيض، الياسمين العراتلي او حتى الياسمين الاصفر، النارنج مثل ما حكيتي حضرتك، الصباريات كمان ما بتحتاج كثير عنايه، الورد الشاميه او الورد الجوريه، لافندر، اكليل الجبل، هذول اللي حكيناهم، يعني المليسه، هذول عنايه ما بتطلبوا عنايه كبيره، وبنفس يعني بحصل على ريحه بيعطي طابع معين للمنزل، يعني صحيح وجماليه. صحيح. تمام. بما انه تطرقنا لحديثنا عن الزرايع الزينيه، اي اكثر شيء هي ما بتحتاج شمس، ما بتحتاج هواء، ما بتحتاج مناخ محدد، فينا نحطها ببيتنا؟
هلا ما في نبات ما بيحتاج شمس او ما بيحتاج هواء، لكن في نباتات متحمله اكثر من نباتات ثانيه. يعني مثلا الصبار هي متحمله اكثر الصبار متحمل للجفاف لدرجه كبيره يعني. مثلا البيلسان الاخضر متحمل للظل او ممكن ازرعه بمنطقه ما تتعرض للشمس. بالنسبه ايضا اللافندر كمان متحمل، الزعتر متحمل. كل هذول اللي حكيناهم، اكليل الجبل ايضا، هي النباتات هي الاساسيه المفروض تكون بكل يعني بصراحه يعني تكون موجوده بكل بيت يعني. طب يمكن عن البيئه السوريه والمناخ السوري بيلعب دور، والساحل السوري غني فينا نقول بالاعشاب والنباتات، شو اكثر شيء نحن كسوريين بنشهر فيه من خلال الاعشاب الطبيه؟ اللي عم نحكي عنه مثلا الزعتر، في موضوع الغار، شجرة الغار فوائدها كبيرة، هي شجرة برية أو شجرة حراجية يعني. الخرنوب أيضا كمان لفوائده الكبيرة، الخرنوب والغار هذا أكثر شيء بيميز بالنسبة للموضوع بالساحل السوري. وبالنسبة للأعشاب، الأعشاب البرية هي موضوع الزعتر وموضوع إكليل الجبل، هذول يمكن ما في بيت ما بيخلى منهم، يعني ما في بيت ما بتروح الا ما بتكون بتلاقي فيه زعتر، في اكليل الجبل، في كل الاعشاب، ودائما في مشروب يا الزهورات يا المتة، كل هاي القصص موجودة صحيح هاي الاعشاب صحيح. اكيد بالختام بدنا نتشكرك المهندس كفاح احمد على وجودك معنا، وشكرا كثير لك. يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية. أما مشاهدينا فخلينا ننتقل هلأ إلى غرفة الأخبار للإطلاع على أهم المستجدات اللي عم تشهدها الساحة.